وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ضيفي الكريم. بعد التحية، تنطلق في جوهانسبرغ قمة مجموعة دول بريكس، مبدئيا ما أهداف هذه القمة؟ مساء الخير على حضرتك. طبعا في البداية، مجموعة البريكس من أهم التكتلات الاقتصادية في العصر الحديث، وبالتالي لها أهداف مهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي للدول العالم بشكل كبير جدا، خاصة في ظل الأزمات والتوترات اللي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة. هدف المجموعة البريكس هو التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التكامل الاقتصادي بين العديد من الدول بشكل كبير جدا، من أجل نجاح التنمية الاقتصادية الحقيقية سواء للدول الناشئة أو الدول النامية. أيضا زيادة نسبة التجارة البينية بشكل كبير من خلال تعميق الروابط التجارية بين العديد من الدول، خاصة الفترة الأخيرة شهدنا العديد من التغيرات في ظل السيطرة الأمريكية على العالم من خلال هيمنة الدولار بشكل كبير جدا. هدفها الاستراتيجي هو تغير القوى الاقتصادية وتغير استخدام العملات، خاصة فكرة القضاء على الهيمنة الدولارية في العالم وإنشاء عملة موحدة لمجموعة البريكس. هدفها هو زيادة القدرة الاقتصادية وفتح أسواق كبيرة والاستفادة من النماذج الاقتصادية بشكل كبير، خاصة بعد الانضمام العديد من الدول لهذه المجموعة لما شهدته من نجاحات كبيرة خلال الفترة القادمة والفترة الأخيرة طبعا بسبب زيادة فرص النمو الاقتصادي لتلك الدول. أيضا الهدف الآخر هو إنشاء بنك موازي قوي للصندوق النقد الدولي، وسيكون هناك مقر رئيسي في دولة الصين. طبعا دولة الصين من أهم الدول الاقتصادية في تلك المجموعة لما تقدمه من نماذج اقتصادية كبيرة جدا، ولديها العديد من الاستراتيجيات الاقتصادية الحقيقية لخلق تنمية اقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار بشكل كبير جدا. أعتقد سيكون هناك يعني انعكاسات إيجابية على جميع الدول في حركة تعزيز التجارة الدولية في عملية البناء الاقتصادي الحقيقي، وكذلك تحقيق التوازن على مستوى الدول، خاصة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا. فبالتالي تلك المجموعة هدفها هو تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية في حركة التجارة البينية من خلال تغير خريطة العالم الاقتصادية الجديدة وكذلك حركة المعاملات بشكل كبير. نعم، كيف ستساعد هذه القمة في ترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي؟ بالتأكيد القمة سيكون لها دور حيوي بشكل كبير في دعم وتعزيز الروابط السياسية، ليس فقط الاقتصادية، ولكن سيكون هناك تعزيز في القوى السياسية والناحية الاجتماعية ودعم الاقتصاد بشكل كامل. شوف حضرتك، مجموعة البريكس هو هدفها الأساسي هو التنمية الاقتصادية وفتح أسواق جديدة وتعزيز فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بشكل كبير. هدفها هو فتح أسواق جديدة مع العديد من دول العالم، لأن هي مع يعني دخول الدول الأخرى والدول الجديدة سيكون هناك توسيع في تلك الشراكات بشكل كبير جدا، وبالتالي سيكون هناك انعكاسات على كافة الدول التي ستنضم لتلك المجموعة والتكتل الاقتصادي الذي سيكون له دور مهم جدا في دعم التنمية الاقتصادية على مستوى العالم وفتح أسواق اقتصادية جديدة. فبالتالي أيضا مصر سيكون لها دور مهم جدا في تحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الداخلي وفتح أسواق جديدة وتعزيز الشراكات الاقتصادية، كذلك فكرة نقل الخبرات والثقافات بين الدول، ده هيكون أيضا ليه دور مهم جدا. نعم، الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.